تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع على البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلاف. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. أطمن وماله؟ ما يضرش. والله زماني غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلام يا أخي، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. قصصك خلص يبقى هتموت. ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. روح يا خالد، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ربنا، هيعدوا اهو. روح ياما. مع السلامة يا حبيبي. ريحيني وروح ياما. مع السلامة. يا رب الدين. مع السلامة. مع السلامة. الله، ده الرجاله كلها هنا وربطه المعلم. رجاله المعلم دهان البران يا معلمي، كل عمره صاحب واجب ما تفوتوش فوته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. لن طول عمرك وادي اصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم ابو سنه، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الاحبه. يا مرحب، اتفضلوا. اتفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. يا مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايبه حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انه مزاج ده كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. فين اللي شربات يا كوارع؟ وسع الحته كلها. انا يا سيد المعلمين. تعيش يا شلوفه، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجي لنا عز من افندينا. سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. بتقول ايه يا معلم ابو سنه؟ الود ود الكل يجي ويبارك ويهدي.